السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة تستطيع من خلالها تجاوز الآي كلاود، أقول تجاوز وليس إزالة الآي كلاود، لأن البعض منكم سيعتقد أنه سيتمكن من إزالة الآي كلاود من جهازه نهائيا واستخدامه بالطريقة العادية. لا تعتقد ذلك، ولكن ستتمكن من تجاوزه، يعني الوصول إلى بعض المميزات مثل الشبكات الاجتماعية، تشغيل الفلاش، التصفح، يعني بعض المميزات التي ستراها في هذه الحلقة وليس الجهاز بالكامل. طبعا هذه الطريقة متوافقة مع 8.4 وكذلك 8.4.1، 8.4 وهو التحديد الأخير تتوافق معه هذه الطريقة، فلهذا لا تبتعد كثيرا وابقى معي حتى أريكم الطريقة بعد هذا الفاصل الإعلاني القصير. إذا مشاهدينا الكرام، الآن وفي شاشة تفعيل هاتف الآيفون عندما يكون مغلق على الآي كلاود، تختار من هنا اللغة العربية، بعد ذلك قم بتحديد بلدك أو المنطقة، تختار أوروبا. الآن ستقوم بإدخال أحد الدي إن إس لشبكة الواي فاي قبل إدخال الباسورد. طبعا الطريقة تعتمد على اتصال بأي سيرفر عندما تقوم بإدخال هذا الدي إن إس حتى يمكنك من الحصول على بعض المميزات. فطبعا قبل إدخال الباسورد تضغط هنا على هذا حرف الآي، إذا لم يظهر لديك فتقوم بالضغط مطولا على زر الهوم هكذا، ثم بعد ذلك يظهر لك في الأسفل خيار المزيد من إعدادات الواي فاي، أنا قمت بتفعيله فلا يظهر لدي الآن. بعد الضغط عليه سوف يظهر لك هذا الحرف أو حرف الآي أمام الشبكة، تقوم بالدخول إليه والنزول إلى الدي إن إس، تقوم بكتابة أحد الدي إن إس التي تظهر أمامك الآن أو التي سوف تجدها أسفل الفيديو. إذا سأقوم بإدخال دي إن إس أوروبا 104.155.28.90. الآن تقوم بالضغط على رجوع واختيار الشبكة وإدخال كلمة المرور لشبكة الواي فاي. إذن الآن أضغط على رابط. طبعا في الحالة العادية إذا كان لديك الإنترنت قوي وكنت في بلد آخر يعني ليس في ليبيا، ستظهر لك نافذة من الأسفل للأعلى عبارتها لوج إن، تظهر لك العديد من المميزات، ولكن هنا لدي الإنترنت ضعيف فسأضطر إلى عدة محاولات حتى تظهر لي هذه الشاشة. عندما يكون الإنترنت قوي وكذلك أستطيع الاتصال بالسيرفر الذي أدخلت الدي إن إس الخاص به، إذا أضغط على مساعدة التنشيط، يعني إذا كان لديك الإنترنت ضعيف مثلي فتضطر إلى العديد من المحاولات. حاول مرة أخرى، ظهرت لدي مرتين قبل تصوير الحلقة عندما كان الإنترنت قوي، ولكن تحتاج طبعا إلى إنترنت حتى تستطيع الاتصال بهذا السيرفر، وعندما يكون السيرفر لا يوجد عليه ضجة كثيرة أو يعني محاولات كثيرة ويكون ضعيف بعض الشيء. إذا استغرقت قد يستغرق هنا تنشيط الآيفون عدة دقائق، فيبدو كأنه استطاع الاتصال، ولكن إذا قام بالفصل سريعا فإنه لن ينشط. إذا مشاهدي الكريم، عندما عدت وبعد عدة محاولات، عندما تستغرق وقت طويل هكذا هذه العبارة قد يستغرق تنشيط الآيفون عدة دقائق، هذا يعني أنه الآن على وشك الاتصال بالسيرفر، تنتظره قليلا. إذا ظهرت لك شاشة اللوج إن فهذا جيد، وإذا لم تظهر لك تنتظره يعني قليلا هكذا وتضغط على رجوع. كما ترى أمامك مشاهدي الكريم الدخول هنا، إذا تنتظر قليلا. طبعا تحتاج إلى عدة محاولات بسبب ضعف الإنترنت وكذلك عدد المحاولات من قبل أشخاص آخرين على السيرفر، فهذا سبب رئيسي، ولكن لا تيأس، قم بعدة محاولات حتى تظهر لك شاشة الدخول أو اللوج إن، تنتظر قليلا. كما ترى مشاهدي الكريم قد تم الاتصال بنجاح إلى خادم بلدي، وعلى النقص من الأساليب الأخرى وغير ذلك. هنا كما ترى اللغة والفئات، تختار هنا الفئات
وتنتظر قليلا، الانترنت ضعيف لدي كثيرا، ولكن هنا كما ترى محادثة لأجهزة اي كلاود المغلقة، يعني تستطيع محادثة اشخاص اخرين يستخدمون هذه الميزة، ميزة اللوج ان او الدخول او استخدام دي ان اس اخر. يمكنك ايضا استخدام المصباح، الساعة، هنا اجتماعي تدخل اليه، يظهر لك الكثير من الشبكات الاجتماعية، فيسبوك، تويتر، ستيم، هنا جوجل بلاس، انستغرام، فليكر، والعديد من الشبكات الاخرى. هنا تضغط على باك للرجوع، هنا البريد الالكتروني، خرائط، SMS، يعني حتى اخبار، يوجد فيديو، العاب، اذا ندخل للالعاب يوجد كثير من الالعاب توفرها لك هذه الخدمة، هنا فلابي بيرد، سوليتر، حوض سباحة، لا اعرف، اذا لنجرب فلابي بيرد. هنا مجموعة من الألعاب الرائعة التي توفرها لك هذه الخدمة، يعني حل مؤقت حتى تستطيع الوصول إلى حل نهائي واستخدام هاتفك الآيفون بكل مزاياه. إذا تنظر قليلا، طبعا كل شيء هنا يشتغل بالإنترنت. إذا مشاهدي الكريم كما ترى أمامك هنا، تضغط على سكايب آد لتجاوز يعني الإعلانات. وكما قلت لك مشاهدي الكريم، تعتمد على قوة الإنترنت لديك وكذلك يعني قوة الدي إن إس. إذا لم ينجح معك دي إن إس، جرب مجموعة دي إن إس أخرى، سوف تجد كل الدي إن إس التي يمكنك استخدامها أسفل الفيديو، يعني حوالي 5 دي إن إس. هنا كما ترى ظهرت لي لعبة فلابي بيرد، أضغط على ستارت. إذا خسرت كما ترى مشاهدي الكريم، يوجد العديد من الألعاب التي يمكنني استخدامها. طبعا للتأكد هنا كما ترى يو اس، يعني الدي ان اس الذي يمكنك استخدامه، تظهر لي هنا بالأسفل. إذا اختار الفئات، أضغط هنا. إذا لندخل على معلومات عن الجهاز مشاهدي الكريم، حتى تتأكد بأن نظام تشغيلي 8.4 كما ترى هنا، الكاميرا غير واضحة، كما ترى مشاهدي الكريم 8.4 معلومات الجهاز، والخادم الخاص بالاي بي هو الاي بي الذي ادخلته. وهنا تستطيع استخدام الاي كلاود واستخدام هاتف الايفون عندما يكون مغلق على الاي كلاود. عندما تضغط على تم وترجع الى الشاشة الرئيسية، يمكنك استخدام نفس الخطوات مرة اخرى بالضغط هنا على حرف الاي والضغط على عدم حفظ هذه الشبكة، ثم بعد ذلك تضغط مطولا على زر الهوم وتختار بدأ من جديد وتختار اللغة العربية، بعد ذلك تختار أوروبا. هنا تضغط على حرف الآي لإدخال الدي إن إس قبل إدخال الباسورد. هنا إذا وجدت الدي إن إس مدخل سابقا، يجب عليك مسحه وكتابته من جديد، لا تقل لا موجود جاهز، لا، بل قم بكتابته من جديد، بعد ذلك الرجوع والتوصيل بالشبكة، بعد ذلك يمكنك استخدام هذه الميزة. إذا كما رأيتم مشاهدينا الكرام، طريقة رائعة وفعالة يمكنك استخدامه حتى تصل إلى حل، ربما رفعه إلى محل، ربما إزالة الآي كلاود نهائيا، يعني طريقة مؤقتة تستطيع من خلالها استعمال الهاتف بدلا من أن يظل هكذا يعني دون أي فائدة، تستطيع استخدامه في التصفح، شبكات اجتماعية، الدخول للإنترنت وغير ذلك من المميزات التي أريتكم إياها في هذه الحلقة. رجاء أن إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك وسبسكرايب، يظهر الآن أمامك أسفل الفيديو على اليسار أو على اليمين، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة thshreevw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات كتابية في كافة المجالات التقنية. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.